المعهد العالمي للتمريض وتقنية الصحة بالدار البيضاء مازال ما تمش التسجيل ديالو، يعني الطلبة يعانون في الملحقة، يعني لا يستفيدون من كافة المرافق لأنه مفتوح فقط جزئيا، علاش عندهم واحد لاكوغ ديال أنهم يتيليزيو جوستومون لي صال. يعني ظروف لا تليق بالتكوين، كاين تعليم عن بعد، لي طرافو براتيك ما كايناش، ليكيبمون باش داروا لي طرافو براتيك ما كايناش. يعني انتم كتشوفوا بان هذه الملحقه يتم التقاسم ديالها مع الطلبه المتدربين في الميدان الصحي، ماشي فقط، واللي كانت اصلا مدرسه تابعه لوزاره التربيه الوطنيه سداتها بسبب تردي ديال الحاله. فكيفاش انك تاخذ مدرسه سداتها الوزاره اللي كانت مسؤوله عليها بسبب ان الحاله البنيويه ديالها ما بقاتش صالحه باش تكون مدرسه ابتدائيه؟ غتجيبها انت ودير سياج ديال واحد لانستيتيو سوبيريور ولانستيتيو ديال التكوين المهني، دونك لا يعقل. هذا كيخلينا نطرحوا سؤال عن مدى يعني الجديه في تدبير القطاع الصحي. فاي واحد عاقل كيعرف بانه القطاع الصحي في المغرب نهوض به راه مرتبط بالموارد البشري وبالعطاء ديالو، والعطاء ديال الموارد البشري راه لا يمكن يكون بلا سميتو بلا واحد الفورماسيون اللي هي مزيانه. المطلب الثاني هو توفير اللقاحات، يتم بمعهد ديال الدار البيضاء ارسال الطلبه لميدان التدريب الاستشفائيه بدون لقاحات ضد مرض التهاب الصحية والتهاب الكبد الفيروسي. يعني كيف يعقل واش صحة الطالب المتدرب اللي كيسد خصاص ديال ممرض وما كيتعاودش على داك الخصاص، يعني بصفر درهم رخيصة لهذ الدرجة، في حين انه معاهد اخرى يعني راه متوفرة عندها لقاحات، لكن المعهد ديال الدار البيضاء لا. يعني هذا رسالة موجهة للإدارة الصحية مختلف أصعدة مختلف المستويات، من الوزارة، من مديرية الموارد البشرية، المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والإدارة ديال المعهد أنها تحاول تلقى حل لهذ الاختلالات هذه. اليوم حنا كطلبة دايرين وقفة احتجاجية هنا بالمعهد العالمي للتمريض وتقنية الصحة بعبد المؤمن، كطلبوا بها بفتح المعهد الجديد، لأن لا يعقل اليوم أن يكون واجد معهد جديد بجميع المرافق وما ما كنستافدوش منه كامل، كتدخل كتقرا وكتخرج كتبقى نهار كامل في الزنقة، لا يعقل على أنك كاين بيفات كاينة مكتبة ونتايا كيخرجوك للزنقة كتبقى فيها النهار كامل. ولا سيما أن الطلبة اليوم ديال المعهد كاملين فرقين، كل واحد كيقرا في المعهد ما مجموعينش والأقسام صغار وما متوفرينش لنا جميع الظروف من أجل تكوين جيد. ولا سيما كطلبوا الآن عاوتاني بتوفير اللقاح، لأنه لا يعقل اليوم أنني ندخل المستشفى ونعالج المريض وانا اول وحده كاع ما محميه كاع ما موفر لي اللقاح المناسب، وممكن انني اليوم انني نتعادى من المريض كما ان المريض يقدر يتعادى من عندي انا. الرساله ديالتنا اليوم احنا كطلبه هو فتح العاجل للمعهد وتوفروا عليه احنا كطلبه بجميع المرافق ديالو، وتوفير توفير اللقاح في اقرب وقت كونتر ليباتيت بي.